السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناتنا، قناة يوميات العبدوية وبناتها. اليوم البنات راح ندير لكم فلوج من الصباح حتى الليل، وين رحنا وين ما رحناش البنات. هذا هو الفطور تاعنا، على بالي بلي نشتي نكثر بزاف البنات البنات البنات، زيد هذه الكلمة ما عندها ما. دوكا راح نفطروا البنات، وكل خطرة فطور راح يحطونا. صراحة الهوتيل هذا نظيف، وكل حاجة تحتاجوها يجيبوها لكم، يقولوا لكم أي حاجة تلقوها البنات. استقبال مليح، وقدان واحدة سقستني في الكومنتار قالت لي على الوكالة. البنات دوكا نحط لكم في صندوق الوصف، نحط لكم الفيسبوك تاع الوكالة. وانا عجبت لي بالبزاف، على جالت عندها 6 ايام البنات، 6 ايام، ودورونا للغرب كومبلي وحوسونا، ما تصوروش قد ما قاموا بينا البنات. دوكا تبعونا وين نروح وين ما نروحوش البنات. دوكا رانا في هنا في مغنيه كما راكم تشوفوا، عاملين كيف كان راح معنا البحر. انا في مغنيه، هاي العبدوية في الكرطابة هنا على الحدود تاع مروك، حدود نروحو لها العشية ان شاء الله. بكرة راح نديكم للسوق تشوفوا. هذا هو الجروب تاعنا البنات، شنو تقول لهم العبدوية؟ واش راح نقول لهم؟ اللي نحوس انا في مغنيه والله سخانه سخانه. دوك نشريو ديزار ثاني تبرعي. اي ها هو الخوخ هذا كما اذا بغيتي نديه. ها الخوخ يعرف نشتري. اي شانس البنات. هنا رانا في دخلنا عند واحد يبيع التوابل، خير هاي معروفة مغنية، يقولوا التوابل تاعها ملاح ملاح ملاح. يا اختي انا عندي التوابل تاعنا حتى حنايا هنا في بيتنا ملاح ثاني، مانيش نشكرهم هما ثاني، هما التوابل تاعهم زي وحنا تاعنا زي، كل واحد وتوابل تاعو اللي يستعملوهم. صراحه انا شريت خاطر الكسبر، الكسبر تاعهم جاي مارو مش خضر كيما تاعنا، فيه واحد لوغو انا ما عجبليش صراحه. كل واحد كفاه وكي يحب التوابل تاعو، انا فيف التوابل تاعنا تاع 05 البنات. ونروحوا نكملوا الفيديو تاعنا حتى الاخر البنات. انا هنايا في المطعم تاع الاندلس، هذا راهو مطعم هاي البنات، فيه يطبخوا حاجه مروكيه وحاجه نظيفه كما راكم تشوفوا، تهزي واش تبغي. هنا هذا محشي، عندنا روز، عندنا دجاج، عندنا لهنا القلة، ها القلة اللي هنا فيها اللحم البنات، وهنا سلاطة. البلاطاك فشمان بزاف، فراح ندخل كيل شويه روز شويه لي فريت حوت بلا ماشي، ان شاء الله تعجبك الماكله. واش عاد تقول يا ما؟ واش نقول؟ احنا في المطعم اللي يقولوا له المطعم الاندلس، احنا راح نتغداو ونشوفوا واش داروا هنا. المطعم تاعهم مليح، احترموا الناس، ونهزوا لنا كلش. ها خلاص دوك نبداو نجيب لي كازوز وينو باب. ها نسيت الماء، واش رايك اما في الشوربه؟ تبل تبل مليحه. او العبداوي، او معانا العبداوي يفوت، تقولوا لنا العبداوي ما تديوش يحول. هاني ديتو قلشت البنات كيما راكم تشوفوا، قلشت ما وبابا. وراك يا ما اكيد في الحدود، وين انا شوفوا العبداويه وين هي الحدود انا في الحدود تاع مروك. مروك مروك
المراه ركيه ناعمه هنا كانت هما من يطبلوا مكره باي شفتوا الحدود مش بعيد علينا مروكا ما كومش بعاد علينا هنا كملنا من التحويسه تاعنا في الحدود تاع مروك دوكا الوجهه وين راح نروحوا البنات نروحوا للبحر نروحوا البحر دوكا حنبدلوا شويه الجو رحنا حوسنا درنا صايي دوكا نروحوا للبحر هنا العبدويه واش حطيت رجليها في الرمل وغطيتهم لها هنا بابا لقى واحد الجروب البنات الله يبارك هايل قعد يقصر معاهم كان يلعبوا في الديمينو هنا الحمايه المدنيه كاينه قريبه علينا على بالك هنايا كان البحر اليوم هذا كان شويه هايج وكان فيه شويه كورو هنايا العبدويه راهي دخلت باش تبل شويه رجليها دوك تشوفوها واش راهي دير البنات البنات يجيني البحر انسان منصور منصورة منصورة كنت انسان حبس صراحة يبريد بين الدولة الحبس والقروب اروح يما ديري شوف انا في المنصورة هذه يقولوا لها منصورة ايه شوفوا فيها فوق شيء الناس راهي هنايا كاين هنا كامل لي زيميغري ناكو اروح معايا برك شويه باسكو الشميش باسكو غيكو انا عاد من المؤذن نطلع مع لي زيسكالي باش يشوف الاذان باش ياذن شوفوا عندنا هنا 12 الباب والمدخل الرئيسي 13 عندنا المدخل الرئيسي عيطوا له باب مراكش في المغرب ودي سنة شوف هذيك الطرف اللي راك شويه نحب نكسرها هكا هنا كسرها ولا داروا له خمو يطلع منا بالحصان تاعو يطلع الفوزه باش ما يعياش هذه وحده حاجه الزوجه كانت القبلة هنا راهي معكسة القبلة داروها هنا باش يشوفوا باب الشوط راهو الامير هذاك الشوط كان الدولة الزيانية سلطاها على يد المارينين قلت له وعد القلاطة تاعو في الباب تاعو هنا عندنا هذاك اللي هناك راهو محراب الامام اللي عندنا ود ولاد الدولة الزيانية على يد عبد الرحمن ديال تشفين اللي تنزل مدرسة تشفينية اسمها زبيدة واليهود باش يدخلوا لتلمسة داروا لها السم باش تمرض وشكون اللي راح يسلكوا هاد اليهود اوتوماتيكما لبسوا لها شده كامل كومبلي بالذهب وهذاك الذهب هو اللي يداويها سبوخ اسمها ذهب وحاجه واحده اخرى هذيك الشده الانسانيه تعني انه المراه راح تكون قويه وشحال ان شاء الله باش يشوفوا اسكو مراه تكون مزنا ولا لا سينا سينا او ايوا حنا ما كانوش عندنا لي اسبانيول كيما فيو ها غدوه نروحوا لوها نشوفوا لي اسبانيول واش داروا حنا كانوا عندنا العثمانيين اخوه عروج بارباروس وين كانوا يعلموا لا مانيبيلاسيون دي باتو الجنود تاعهم ومن بعد واحد هرب لالجي باروس وخير الدين قتلوه هنا ونفى ولا تاعو الاشبيليه سينو عندنا لي فرونسي عارفوا واش يديروا انا نحكيو شويه هذا ما بغيتش نحكي لا بزاف خلاص لي فرونسي خربوا شويه وداروا شويه حاجه مليحه كما هذاك الحديد او مخت فرنسا هي اللي دارته باش يبقى سوليد ما نخرجوا نبداو يا هاي وين نزلت
مروحين راح نروحو دوكا لسوق تاع تلمسان ونديكم معايا. داو ما عندهم الكرطوس البنات هاي العبداوية. ريحته يهبل. هذه طبيبة تاع المرأة وهذه تاع الراجل. شوف الصوت تاعها قوي الصوت تاع الراجل. ها ندخلنا. هذه مش يقولوا لها خويا هذه؟ ايه اوكي سيدي بومدين. سيدي بومدين اوكي رانا في سيدي بومدين. اسمح لي هنا يا رنا ندخلوا سيدي بومدين ونشوفوا واش عندهم. الأضرحة تاعهم تاع الأحفاد تاعهم راكم تشوفوا فيهم. هذا قبر المرحوم الحامل لكتاب الله الفقهي صالح شريف الجليل السيد أبو بكر شعيب بن مولى أحمد بن معصوم. هذاكم تشوفوا قبر المرحوم الفقيه محمد أبو بكر أحمد المعصوم جليل الحسني المولود في 17/7/1927. هذا هما الخبر تاعكم راكم تشوفوا كل واحد الاسم تاعو. هنا دفنوا البنات وهم هنايا ما عباليش احنا ما نديروش هذو الطقوس هذو هما ما نديروش معاهم عيش احنا ما نديرهمش الحوايج هذو. هذو تاع الاحفاد تاعهم صغار هاو دهن واحد هنايا. هنا وين رحنا؟ رحنا القصر الملكي زيان اللي البنات هو المتحف تاعهم. رحنا للمتحف تاعهم لقينا واش كاين عندهم كاينين حاطين في المتحف هذا لباس انواع اللباس لباس كامل تقليدي الشاوي القبايلي التلمساني الجزائري واش كاين هنا كامل تلقاو تاع 58 ولايات تلقاي انواع لباس تقليدي. انا راني صورت لكم ونعت لكم الاجواء اللي لداخل في المتحف وراح نمد لكم ثاني زوج اراء من اللي راحوا معنا الوكاله من اللي زيميغري راحوا معنا زوج. قلت لهم حابه نسقسيكم واش رايكم في الرحله تاعنا واش في الجروب تاعنا حابه تعطيوا لي رايكم في الرحله هذه تاعنا حابه غير نشوف راي تاعهم فقط وقت تبعونا حتى الاخر. واش راح نسقسيك اليوم واش رايك في الفايز اللي رحنا معاه؟ Et bon, voyez, sincèrement, il est magnifique. Il est bien organisé. On a découvert plein de sites très importants, très sites traditionnels, culturels. Et c'est l'organisation est magnifique. Ça s'est bien passé. Okay. Donc, je recommande ce type de voyage à tout le monde. C'est voilà, c'est vraiment. Si je devrais donner une note, ça serait voilà 9 sur 10. اوكي هنايا هروح ريبوندي لي واش رايك في الفواياج تاع الخطره هذه كي راك هنايا جيت معنا فواياج في الوكاله معنا. لا الفواياج تي فريمون ساتيسفيزون والحمد لله انا عجبني الحال. الحمد لله فوالا احنا عايشين في كندا وجينا ندوزو مرحبا بك مع لاجونس هذه وعجبنا الحال وني تري ساتيسفي. مرحبا بك امين ان شاء الله صح. Gracias.
قاعة العرض الأصلية. هذه السدايه تاعهم ايه عندهم الملحفه تاعنا الشويه. الحاج الحاج تخمسياني شوفوا عندنا هذه الملحفه تاعنا في منطقه تندوف. هذه تاع تندوف هذه تاع طمن راسه كما راكم تشوفوا. هذه تلمسان هذه الاوراس ولا احنا تاعنا الاوراس شهبه هكا الملحفه الاوراسيه. وهذه وش هي لباس تاع ورقله أردايا قبائل تيزي تلمسان. هذو كل لبسة تاع تلمسان سميت ريحة عنابة. هذا تلمسان وهران وهراني قسنطينة. حيك هذا النايلي سطيف سطيف العالي بوسعادة تلمسان البليدة كراكو الكراكو تاع تزيرية. لا هذا وشي هو هذا تاع الغواط فلوسي ولا فلاري اش تاع تلمسان. نتوما لي غوب هذو بسبعين تاع البنات الصغار كل اللي حبيت يعني هذا كبار وصغار ولا تاع الصغار هذو لا تاع كبار هذو تاع كبار قدا البري شابه من نقيه كاع قدا البري 770 اوكي حتى الصغيره ثاني 70 الصغيره هاي ديك دابا عندي قبيليه 70 كلشي ب 70 والله فرزي ب 70 فرزي ب 70 فرزي. البنات وكنخليكم ترقبوا فيديو غدا ان شاء الله مع العبدويه والعبدوي في سانتا كروز. نخليكم تصبحوا على خير وتنميه. اي مزازينو